الآن سأحرر الإندكس هكذا، وبهنا سأحرر ال هذا جيد، أو يمكن بالأعلى هنا أنا أقوم بكتابة هيدر وأقوم بهيدر 1. طبعا أنا سأغير اسمه من هيدر 1 ليصبح هيدر فقط، يمكن أن أغيره الآن. فإذا سنذهب إلى theme.json، ومن theme.json سنذهب للهيدر 1 سنسميه فقط هيدر. وبالنسبة للسايد بار دعوه ربما نحتاجه لاحقا، كنت أفكر بحذفه، سأحذف الكاستوم فوتر هكذا. إذا هكذا أفضل، والآن سأقوم بالتحديث. الآن أنا أريد فقط ترتيب هذا الهيدر، جعله يظهر بشكل أفضل. فإذا لاحظوا هذا هو الهيدر، فأنا أسميته هيدر. هنا لاحظوا تستخدم مكونات داخلي عرض المحتوى لا، جيد، أريد أن يأخذ عرض الشاشة كامل. طبعا لاحظوا مثلا الألوان التي اخترناها هنا، هذه الألوان هذه فقط وضعناها بشكل يعني بشكل عشوائي. إذا أردت مثلا إضافة ألوان للقالب الخاص بي، فيمكن أنا مثلا أن أبحث عن مثلا على الإنترنت مثلا HTML باليت، يعطيك مثلا تشكيلة ألوان يمكن أن تختار واحد منها. فإذا هذا الموقع يمكننا من خلاله أن نقوم بجنريت لباليت لألوان خاصة بموقعنا. فإذا هنا يمكن أن نقوم بالنقر على جنريت لجلب ألوان مختلفة للموقع، أنت ترى الأجمل بالنسبة لك وتختاره. فمثلا دعونا نختار مثلا لون معين، اللون السابق كان جميل هذا، مثلا مثل هذه الألوان، أو مثلا لون واحد مع تدرجات، فربما لون واحد مع تدرجات مثل هذا، ما رأيكم؟ سنختار لون الآن ونكمل به للأبد يعني لنهاية الكورس. فهذا أيضا جيد، يمكن أن نستخدمه هذا. فمثلا هذا اللون أجعله مثلا هذا البرايمري وهذا السكندري، أو مثلا نسمي برايمري سكندري برايمري، دعونا نسمي ماذا نسمي لا أعرف، دعونا نرى. فإذا أول لون سأخذه جيد، وأذهب إلى theme.json هنا بالكلر، فلدينا كلر أين هو الكلرز؟ هاي. إذا لدينا السكندري، أنا سأضع هذا الكلر كسكندري بهذا الشكل. بالنسبة للون البرايمري سأضع هذا اللون برايمري، إذا هذا هو لون البرايمري. بالنسبة مثلا سأقوم بإضافة لون آخر، يكون لون مثلا نسميه نجاح هكذا. ممتاز، سأخذ هذا الأخضر جيد هكذا، صح هذا. أيضا سأخذ لون آخر هنا بtheme.json، طبعا أنا شرحت theme.json وبالتالي لا أشرحه الآن، فقط أضيف ألوان أخرى. هذا سأسميه lighter، وهنا سنكتب lighter، وهنا سنقوم بنسخ هذا جيد، وهنا سأضع هذا الموضوع، وهنا لاحظوا أعزائي سأقوم ب أيضا إضافة كلر آخر وهو اللون الأخير الذي يمكن أن نسميه مثلا، ما هو هذا اللون؟ يعني أنا فعليا لا أعرف ما اسمه، نسميه لايت، دعونا نسميه لايت. بالتالي هنا هكذا سأسميه كلر لايت هكذا، وهنا كلر لايت جيد. فإذا الآن قم بإضافة الباليت لموقعي. الآن سأذهب لي الموقع هنا، سأحفظ هذه التغييرات التي قمت بها وأقوم بالتحديث. الآن بالهيدر، لاحظوا بالهيدر هنا لدينا صف هنا هو الذي يأخذ هذه الخلفية. فبكل بساطة أنا سألغي هذا الخلفية هنا، سألغي هذا الصف أو هذه الهيدر، لاحظوا هذا الصف سألغي الخلفية منه بالنقر هكذا مثلا لإلغاء الخلفية، أنقر مرتين على اللون يتم إلغاء الخلفية. الآن بالهيدر طبعا أنا ألغيتها، لماذا بقيت؟ لا يوجد. الآن بالهيدر بالخلفية هنا يمكن أن أختار الخلفية التي أريد، فأنا سأختار هذا اللون جيد أن يكون خلفية هذا. طبعا الآن بداخل الهيدر هنا بداخل هذا الصف أريد أن أقوم بتجميع، وهنا سأسميه، أنا عادة أسمي كل شيء، سأسميها هيدر إنر جيد، وهيدر إنر هذا سأضيف له المكونات الداخلية، يعني تستخدم مكونات داخلية نعم،
وهذا الهيدر لا لا تستخدم مكونات داخلية عرض المحتوى. طيب الآن هذا الصف يعني هذا الهيدر الكامل الأساسي أريد أضيف له بعض من البادينج، فإذا نذهب إلى الهوامش الداخلية أريد إضافة فقط فوق تحت، فربما أضيف فوق تحت 20 بكسل جيد بهذا الشكل، فإذا ممتاز. الآن بموضوع هذا هو الهيدر إنر جيد، وبالنسبة للصف هنا لدينا صف بداخله، هذا الصف فيه اسم الموقع، ها هو، فاسم الموقع سيكون هو عبارة عن هذا اسم الموقع سيكون عبارة عن H1 صحيح. طبعا بالنسبة لهذا الصف فأنا أريد التباعد بينها يعني بهذا الشكل، أن اسم الموقع يكون هنا وهذا يكون هنا بهذا الشكل، يوجد مسافة بينهم. بالنسبة للتنقل سأقوم أيضا بتجميعه، يعني إحاطته بمجموعة، وسأسمي هذه المجموعة النافيجيشن، يمكن أن تسمي باللغة العربية يعني للسهولة، فذا النافيجيشن وسيرش، لأنني أريد إضافة سيرش بار أو مربع البحر. طبعا الآن إذا وجدت الأشياء التي أقوم بها الآن مربكة، ف مع الوقت ستصبح عادية بالنسبة لك، هذا فقط أول شيء يعني. فإذا هنا add after أريد إضافة مربع البحث، فالآن سأضيف السيرش، فإذا ها هو سأضيفه ها هو. لاحظوا السيرش يظهر بهذا الشكل بسبب theme.json، فأنا أريد أن أذهب ل theme.json في مكان الذي قمت به ببعض التغييرات وتحديدا بالبتن هنا. فإذا هذا أنا فقط وضعتها للشرح، فالآن سأقوم بحذفها، فإذا لا أريد أنا أن يتم مثلا. وبالنسبة لللينك أيضا لا أريد هذه التغييرات كلها الخاصة بالإليمنت، يعني لا يهمني هذا الموضوع، سأحذفها، أنا شرحتها فقط لغايات الشرح. بالنسبة للبلوكس أيضا أنا سأحذف هذا جيد. فإذا الآن بهذا الشكل سأحدث هنا، وأيضا أقوم بماذا، أقوم بالتحديث حتى نرى هذا البحث يتغير. إذا لاحظوا تغير البحث وأصبح شكله مختلف. الآن لاحظوا أعزائي هذا عبارة عن navigation وتنقل، هذا أنا أريد أن أجعلها هذه الدب أريد أن أجعلها كالصف، وبالتالي سأضعها بهذا الشكل جيد. بالنسبة لهذا هذا البحث لاحظوا أنا أحدده وثم أقوم بتغييره. هذا البحث لا أريد كلمة بحث في الأعلى، فيمكن أن أنقر هكذا وأحذفها. بالنسبة للزر فهنالك أشياء يمكن أن تختارها من هنا، فأنت اختر يعني قم بتجريب واختر الشكل المناسب لك بهذه الطريقة، مثلا هل تريد هكذا هكذا جيد. طبعا بالنسبة للزر هذا يمكن أن نغير خلفيته، الخلفية تكون يمكن أن نضع هذا اللون الآخر الذي اخترناه نحن لموقعنا. هنا عنصر نائب ربما تقول ابحث في الموقع جيد. الآن بخصوص دعونا نقوم بالتحديث هكذا، وأي صفحة الآن ستقومون بفتحها لاحظوا هذا هو هذا هو الشيء الذي أنشأناه. الآن قد تقول لي أن المحتوى هنا الذي أنت أنشأتيه 700 بكسل ليس جيد، فيمكن أن نغيره من theme.json أيضا، فنذهب ل theme.json، وب theme.json مثلا content size مثلا أجعلها مثلا 1000 بكسل، مجرد أن أغيرها هنا سيتم تغييرها في كل الموقع. لاحظوا أن هذا المكون، هذا مكون ووردبريس اسمه اسم الموقع، فأنا إذا قمت بinspect element بهذا الشكل وهنا لاحظوا ذهبت له، لاحظوا الاسم، أنا أخبرتكم بوقت سابق أن البلوكات أو يعني البلوكس أو يعني مكونات ووردبريس تبدأ اسمها بwordpress-block جيد. فهذا الاسم بعده هو اسم البلوكس، فبالتالي هذا اسمها site title جيد. فهذه site title هذه البلوك أنا أريد تعديلها بالبلوك بثيم.json، فنفس الشيء أذهب لي هنا أسميها ما اسمها باسمها طبعا اسمها core
ماذا اسمها؟ سايد تايتل، هكذا اسمها تايتل، هل كتبتها صحيح؟ صحيح. يوجد خاصية أخرى بالبلوكس بثيم دوت جيسون يمكن أن نضيفها، وهي خاصية CSS، يعني يمكن أن تضيف CSS مباشرة. هنا نأتي للمعلومة الصعبة قليلا، لكن تتبع معي. أنا فعليا بالبلوكس اخترت اسم البلوك التي اسمها سايت تايتل، جلبتها من الموقع، والآن سأضيف CSS. فبالCSS مثلا أنا أريد الفونت سايز لها يكون 60 بكسل. لاحظوا أصبح الفونت سايز 60 بكسل. فإذا هذه 60 بكسل التي أصبحت هنا، فأين جاءت؟ فإذا هذه هي WordPress Block Size، ولاحظوا 60 بكسل ها هي، تم إضافتها كـ Inline Style، فها هي. فإذا الآن أنا أريد أن أضيف شيء آخر، أنا أريد أن هذا اللينك الموجود هنا أريد أن أقوم ب مسح الخط الذي أدناه، هذا الشيء الذي أنا أريد أن أقوم به. فبالتالي مرة أخرى البلوك سايت تايتل H1 بداخلها A tag، فحتى أقوم بتعديل هذا بالـ CSS هنا بثيم دوت جيسون، سأقوم بإضافة هذه الإشارة تعني أن أنا أريد تعديل سايت تايتل، وبداخلها الـ A tag أريد إضافة له شيء، والشيء الذي أنا أريده إضافته سيكون text decoration man بهذا الشكل. فأتأكد هل هذا سيكون صحيح؟ بدلا لنا فإذا بالفعل صحيح، فإذا الشيء الذي أنا أقوم به صحيح، فتم حذف الخط، لاحظوا بهذا الشكل. فمرة أخرى سأحدث بهذا الشكل لنرى أين وصلنا. طبعا هذا التغيير الذي أنا قمت به سيظهر على الصفحة الأمامية وسيظهر أيضا في المحرك. للإعادة بالشيء الذي أنا قلته هو التالي، هو أن إذا أردت إضافة CSS مخصص واضح بسيط ومباشر، أنا فقط أريد مسح الخط أدنى السايت تايتل، فماذا أفعل؟ أضيف هذا الستايل للبيلي بلوكس، أقوم بإضافة اسم البلوكس، ثم يمكن أن أضيف CSS ومباشرة أضيف هذا الـ CSS. السبب أنني كتبت CSS بهذه الطريقة هو أن السايت تايتل هنا لدينا ليس مباشرة موجود، يوجد داخله أي تاج، يوجد داخله يعني لينك، وبالتالي لو طبقت text decoration على H1 لن ينفع يعني. أما أريد تطبيقه على الـ A tag فأنا استطبقت هذه القصة، أن بداخل السايت تايتل A tag text decoration none وظهر لدينا. هذا CSS متقدم إذا فهمته، ليس CSS متقدم، لكن هذه التعديلات بثيم دوت جيسون متقدمة إذا أنت فهمتها جيد جدا، لم تفهمها تجاوز عنها، لأن بوقت قادم ستفهمها وتعرفها. لاحظ. طيب إذن هذا هو بهذا الخصوص. لنرى مرة أخرى باسم الموقع، هذا هو وهذه هي. لاحظوا أنا يمكن أن أضيف hover effect هنا من خلال النص هنا، التأشير مثلا أنا أريد التأشير أن يصبح اللون مثلا ماذا هذا مثلا بهذا الشكل. والآن مرة أخرى لاحظوا مجرد أن أقوم بالتحويم حوله سيظهر بهذا الشكل. هذا هو اسم الموقع، وهذا هو هذه النافيجيشن، يمكن أن نضيفها يعني نضيف روابط، تحدثت عن ذلك سابقا لن أكرر. هذا بالنسبة لهذا، يمكن لاحظوا أن أضيف مثلا border radius هنا، مثلا عندما أقوم بتحديد السيرش وأنت ستواجه مشكلة يعني كمبتدأ، فبالتالي دائما حاول أن تحدد الشيء الذي أنت تعمل عليه. من هنا تحدد أنا في البحث فتعرف أنك في البحث، فتأتي إلى هنا بنصف القطر، أنا أريده مثلا 4 بكسل، سيضيف نوع من البوردر راديوس الجميل. جيد، ها هو. فإذن هذا هو الهيدر. طيب أنا أريد نقل هذه التغييرات، بكل بساطة أقوم بالنقل هنا وأنسخ كل المكونات، والآن سأذهب إلى البارت وسنذهب إلى الهيدر. الشيء السابق كله أنا سأحذفه وأضيف الشيء الجديد. مرة أخرى لدينا هنا السايت تايتل، وها هو السايت تايتل، ولدينا الناب ها هي، ولدينا أيضا السيرش. الشيء الذي يجب أن تحذفه بالنافيجيشن
هو الريفرنس، لا داعي للريفرنس فعليا، لا داعي لموضوع الريفرنس. لماذا؟ لأن الآن إذا قمت الآن ب، دعوني أحدث، إذا نقلت هذا لموقع آخر فالقائمة التي لديك القائمة المحفوظة لديك ليست هي القائمة ليست موجودة على المواقع الأخرى، فسيكون هنالك خطأ، وبالتالي دائما احذف الريفرنس. إذا الآن مسح التخصيصات، لاحظوا جيد جدا لم يتسبب بأي خطأ. وهذه تقول لي لماذا تم إضافة هذا؟ هذا هي عبارة عن القائمة الافتراضية الموجودة بالموقع، يتم إضافتها بشكل افتراضي، يعني الشخص الذي ثبت القالب، ما هي القائمة الافتراضية لديه ستظهر لديه، لا شرط أن تظهر لديه كما يظهر لدي أنا.